البيت، فزوجتي بتقول لي ابشر يا بتاع حزب النور خير ربنا يستر. قالت لي بنتك المصونه 5 سنين مالها؟ قررت تلعب باليه. قلت لها واما هذا فمن الباليه. حريه ادخل اتكلم. قلت لها حاضر. دخلت السلام عليكم يا سلمى. قالت لي عليكم السلام يا ابي. والبنت بتبرمجني حاجه مختلفه. قالت لي بص يا ابي انا هلعب باليه، هلبس بنطلون تحت اللبس وهغطي شعري وفي وسط النساء وكان ناقص تقولي وبما لا يخالف شرع الله. الدنيا فعلا اتغيرت خلاص، الوضع اختلف تماما. الناس دلوقتي بتتكلم معانا بطريقه مختلفه. انا جاي النهارده وعايز اقدم مقدمات يسيره جدا. ليه؟ لان انا حاسس بالشباب اللي موجود النهارده خاصه من التيار السلفي اللي جاي ممكن يكون محتاج يسمع بعض الكلمات. ليه؟ لان احنا عندنا في حزب النور بمنتهى الصراحه مفيش مناصب. يعني ايه؟ يعني انا اجبرت على اللي انا فيه ده، وكان ممكن واحد من اللي قاعدين يبقى مكاني وانا ابقى مكانه، فاحنا كلنا واحد، فانا حاسس باحساسه وهو حاسس باحساسي. عايز اقول ايه اللي حصل جوه الحزب ليه؟ لان دي اول حاجه، وانا عايزكم برضو في ناس ممكن اول مره تسمعنا، لان احنا بنقول ان احنا اجندتنا وطنيه، واجندتنا الوطنيه توأم ملتصق باسلامنا، مفيش اي اختلاف، ودي وجهه نظرنا. وبنقول ان احنا يا اخواننا مش سفاره افغانستان، ولا خليه سعوديه، ولا احنا طائفه خارج الوطن، لا، احنا مصريين لينا رؤيه وطنيه، لينا اهداف، بنمارس العمل في وسط الجميع. للاسف انا يحزنني، وخلينا اتكلم بمنتهى الصراحه والوضوح والشفافيه، ودي من مشكلاتي نسال الله العفو والعافيه. دي بيسموها، انا اسف حته ليا انا يعني، بين قوسين على الهامش، بيسموها تزكيه النفس بالسلب. ان انا اقول من عيوبي الشفافيه والوضوح. معلش سامحوني حته النفس كده، ربنا يعافيك. فللاسف في بعض الاحيان الكلام اللي بيطلع بيتقص. وانا بقول لكم بمنتهى الصراحه ان اللي بيحصل الان مزعل ناس كتير جدا من الجميع. وحاله الاستقطاب اللي حاصله والكلام اللي بيتقال يزعل كل الناس. واوعى تعتقد ان كلمه على حزب النور هتزعلني اقل من كلمه عن حزب الحريه والعداله. لا والله، الكلام عن حزب الحريه والعداله يزعلني زي ما الكلام بالظبط على حزب النور يزعلني، وزي ما الكلام على اي مصري شريف يزعلني برضه. اوعى تعتقد ان انا لما بقول لك اوعى تجرح في الدكتور محمد مرسي لانه ممكن يبقى المرشح بتاعي في الاعاده، ما تجرحش فيه. واوعى يكون مجرد اسلوبك هو مجرد تجريح والسلام. وان انا اروح لناس بسيطه جدا واقعد اقول له محمد اسماعيل مقدم وسعيد عبد العظيم قال، انا هقول لك ملخص الموضوع عشان تفهموا احنا بنفكر ازاي. ليه؟ يا اخوانا انا ما بلزمش حد باجتهادي. لما انت بتختلف في رايي انت بتختلف معايا في اجتهادي في الدين، ما بتختلفش معايا في ثابت من ثوابت الدين اللي انا بعتقده. لا، لما انا بقول دكتور عبد المنعم فتوح وانت شايف حمدين، حضرتك شايف الدكتور محمد مرسي، حضرتك شايف حد تاني، براحتك، انت بتختلف معايا واحنا في وطن واحد، وانا بقول لك اختار براحتك، ولكن ده اختياري. انا بقول بسيطة وسريعة لأن الكلمة دي هتقولها كتير. فلان قال وفلان عاد وفلان انتخاب وفلان صوته. احنا عندنا حاجة اسمها كيان اسمه الدعوة السلفية. الدعوة السلفية دي مكونة بالآتي في اسكندرية، اللي انبثق منها حزب النور. لا عشان بس ايه اللي هي اللي خرج منها حزب النور طبعا في كل المحافظات. 1 أمناء 6 عشان تعرف الديسيجن ميكنج والديسيجن تيكنج بيمشي ازاي جوه حزب النور، الام والتي بيختلطوا ازاي مع بعض. الستة الأمنا دول بيعملوا فلترة للمرشحين، بيقعدوا معاهم كلهم، بعض المرشحين قعدنا معاهم 30 ساعة. وبيبقى فيه دكتور للتحليل النفسي وللبادي لانجوج وللثبات الانفعالي ولكل شيء. ودكتور لتحليل الأسئلة، وال 30 سؤال اللي اتحطوا وضعها ناس متخصصة في علم النفس وإيه؟
وفي النفسية، ومنهم الدكتور محمد إسماعيل المقدم المتخصص في العلم. 30 سؤال بيتسأل لكل مرشح. الستة دول ده أول فلتر. بعديها في حاجة اسمها مجلس إدارة الدعوة السلفية 14. بعديها في حاجة اسمها الهيئة البرلمانية لحزب النور 145 عضو. بعديها في حاجة اسمها الهيئة العليا لحزب النور 22 واحد. كل دول بيقعدوا. احنا كان في فريق مرشح موجود بيلعب مع الحزب غير الدعوة، من 5 افراد: دكتور عماد عبد الغفور، دكتور بسام الزرقا، نادر بكار، احمد خليل، باشمهندس عمرو بيك. دول الفريق اللي كان بيقعد مع مرشحي الرئاسة وبيقدم تقرير. الخمسة دول طلعوا تقرير من 30 صفحة، تقرير توصيفي وليس انحيازي من الثلاث مرشحين اللي احنا استقرنا عليهم. كتبنا التقرير واضح، وفي الاخر طلع تقرير. التقرير ده اتبعت بالايميل وباليد ل 150 عضو النهارده. طيب لا اصلا انا خايف حد يقول لي قرب من الميكروفون. القصه اللي بحكيها في كل مؤتمر قرب من الميكروفون قرب من الميكروفون. فواحد صاحبنا كان بيقرب الميكروفون في الاخر طلع الميكروفون بيكهرب. فالفلتره دي كلها في الاخر راحت ل 203 عضو اسمهم اعضاء مجلس الشورى بتاع السلفيه. لو سمحت على فكره جزاكم الله خير وحميد، انا مبسوط جدا كده، بس انا ما يهمنيش. ايوه عندك حق، انت مالك، بس انا بقول لك العقول اللي اقتنعت بالناس دي وخدت القرار بعملها في فتوح. ليه؟ لان بعض الاحيان يقول لي لا، انا بقول لك ان في معايير وفي ويت، اعلى ويت للمعيار ده هو معيار الشورى، لان انا نؤمن ان الشورى هي مغناطيس التوفيق. طيب ال 203 دول راح لهم الموضوع ده، وبعدين حصل تصويت مباشر. رحت للدكتور محمد اسماعيل، قلت له يا دكتور بعد اذن حضرتك قد مين؟ قال لي اتقي الله يا ابو حميد. قلت له ليه يا شيخنا؟ قال لي لا، دي اراده حره. اقسم بالله يا اخويا اغلب الشباب كانوا بيصلوا ركعتين استخاره قبل ما يروحوا يصوتوا. انا كان رقمي 23، فضلت صابر لغايه لما جه 100 155 لغايه ردوا عليا احمد خليل ما جاش صوت. قلت رايح ليه؟ متردد وبفكر. رحت للدكتور ياسر برهان، قلت له ايه الاخبار يا دكتور؟ قال والله يا ابو حميد ما اعرف، لان احنا شايفين ادي الثلاثه وهنشوف مين اللي هياخد. اصل لا معلش الكلمه دي يعني ايه، ممكن اعمل مداخله. اتفضل قدام الناس يا سيدي قول، مش عايز احرج حضرتك يا عم، قول الله يرضى عليك. طب ما اخد حضرتك على جنب يا سيدي قول. الدكتور جمال المراكبي اتصل بالشيخ ياسر وقال له انتوا الاخبار؟ فقال له احنا هنبدا بالفتوح. هيبدا بالفتوح في الفلتر الاولاني، لكن الاعلى ويت للفلاتر هو ال 203 بتوع مجلس الشورى اللي تحت. يعني هو ده القرار الملزم حتى للمشايخ اللي اصواتهم ممكن تكون مختلفه عن كده. طيب وبعدين القرار طلع بنسبة 75% للدكتور عبد المنعم. أنا بقول الكلام ده ليه؟ معلش سامحوني، لأن إحنا المهاجم 85.5 جوه الهيئة البرلمانية بالاختلاف، لكن الست فلاتر الدكتور عبد المنعم أخذ المنصب، والدكتور محمد مرسي والدكتور محمد سليم العوام. طيب أنت ليه بتقول الكلام ده؟ عشان بقول لحضرتك، واحد يقول لي طب اصل انتوا عملتوا، انا بقول لك في حاجه اسمها شورى، وانا رضيت بشوره الناس دي، فانا اتعودت ان انا براجل. معلش انا اسف، احنا شباب الدعوه السلفيه وحزب النور اللي موجودين حضروا 5 انتخابات، استفتاء وشعب واعاده شعب وشورى واعاده شورى. 5 انتخابات. الخمس انتخابات دول خلت عندهم خبره معينه، والرجاله اللي بفضل الله موجوده النهارده ما اتعودتش ان مرشح هيقع. عشان كده احنا بنقول ان احنا جايين النهارده مش هنتكلم كتير في الشبهات، نقطه ومن اول السطر، وخليكم ترددوا معايا. ايوه بقولها بكل وضوح، ايوه بقولها بكل وضوح، ايوه بقولها بكل وضوح، ايوه بقولها بكل وضوح. سلفي وصوتي لغو الفتوح، 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 سلفي وصوتي لغو الفتوح. مش جايين نهارك نقطة ومن أول السطر لازم أتعودش.
مهمها وزنها النسبي في الشارع وانها كتله ضاغطه مؤثره بمنتهى الصراحه، سواء مع الدكتور عبد المنعم الفتوح او حتى مع وائل غنيب سنه 2050. ايه ده، انتوا مش هيبقى عندكم مرشح سنه 2050 ولا ايه؟ طيب احنا متعودين على النظام ده. فالمقصد من الكلام ان الكتله اللي موجوده النهارده الشباب، لا هو اتعود ان هو يبقى شاب مغناطيسي طالع خلاص انا اقتنعت بالراجل ده بسوق له بشتغل وخلص الموضوع. يبقى ده اول وزن وهو الشورى. يبقى طب حضرتك فلان قال على دماغي، فلان قال رايه، الدكتور محمد مرسي فوق راسي فوق راسي، وبلاش تجريح وبلاش تخبط في بعض تاني. اوعوا اوعوا، انا بقول اهو انا معترض على كلمه فهم غلط اخواننا في حزب الحريه والعداله والاخوان المسلمين. اقسم بالله اكبر خساره ممكن تخسرها مصر انها تخسر مشروع الاخوان المسلمين. وانا باكد الكلام ده وبقول لان الاخوان تنظيم البلد محتاجه فعلا. طب امال اديته عبد المنعم فتوح ليه؟ يبقى اول رد شورى، خلاص؟ خلاص؟ في حاجه اسمها شورى، يبقى ده اول رد من ردودي. رقم اثنين وده في منتهى الاهميه، ان احنا شايفين ان الاربع سنين الجايين أربع سنين إزالة عقبات، بلغة المقاولين لمر دين شيل. يعني إيه؟ يعني إحنا عايزين المرشح اللي هينزل في وسط قاعة البلد يمسك آلاته ويزيل العقبات دي ورا ما يبقاش في لوجو لا حزب النور ولا حزب الحرية العدالة ولا ليبرالي ولا الشعار من ورا. ويا ريت الناس بتوع الحمله يعملوها فيلم فيديو في الفتره دي حتى لو 30 ثانيه تعرفوا احنا عايزين نوصل لايه. ليه؟ لان زي ما قال وائل احنا كبير، انا مش عايز احنا عايز مدير تنفيذي حقيقي سي اي او يسوق عربيه البلد، واحنا شايفين ان الراجل ده فعلا مؤهل لسواقه البلد الاربع سنين الجايه. واللي بندافع عن الناس ما يقولون الدكتور عبد المنعم فتوح قادر ان هو يوصلنا ليه؟ لان الدكتور عبد المنعم فتوح فعلا لكل المصريين، وان هو في استقلاليه ودي حاجه مهمه جدا، حاجه في منتهى الاهميه ان في استقلاليه. احنا فعلا زي ما الدكتور بيقول لما قعدنا مع الدكتور عبد المنعم فتوح من الحاجات اللي عجبتنا جدا فريقه الرئاسي، ودي برضه وزن من ضمن الاوزان. تساله في سؤال يقول لك السؤال ده انا عندي الحد الادنى بتاعه اللي هو كذا بس الباقي انا ما اعرفش. ايه ده رئيس الجمهوريه بيقول ما اعرفش؟ فلان في فريق الرئاسي هو اللي هيجاوب. نفسنا بقى فعلا حسب توجيهات الرئيس دي تروح. يعني انا مش عايز صوره الدكتور عبد المنعم فتوح تتعلق في المكتب بتاعي. انا مش عايز اعرف عيد ميلاده. انا مش عايز كله صراحه وشوق وسماحه بيحل المشكله بالراحه وبيحكينا وبيقول لنا عايزين وخطر. علشان كده احنا اخترناه. لا بيديني ولا بيرشيني ولا في مصلحة بيني وبيني إلا بلدنا وحب بلدنا وهقولها ورزقي على الله. لا احنا مش عايزين بقى الموضوع ده. احنا عايزين رجل، الراجل شفته بسيط جدا، دي وجهة نظرنا. وبقول لك اهو. طيب. معلش انا مش انا عايز احرج حضرتك، يا سيدي اتفضل. طب بلاش قدام الناس، يا سيدي قول. طب اخد حضرتك على جنب، يا عم قول الله يكرمك. أنا صار بحب السلفيين والله مبسوط من الراديكالية بتاعتكم اللي اتطورت. يا سيدي قول. بيني وبينك كده مفيش صفقة مع المجلس العسكري؟ الله يسامحك. لو كان في صفقة مع المجلس العسكري كنا رحنا وقفنا جنب الباشمهندس خيرت الشاطر. اتفضل. لا قول. السؤال ده أنا بصراحة اتفضل قول على طول. يلا. هل فعلا صح إنه حزب النور طلب لا كلمة طلب، لا الطلب مننا واحنا وافقنا. طبعا وافق. طبعا وافق. تمام؟ الاختلاف ثلاث حاجات. واحد